متابعي صفحة تقنيات وعزف المزود، أهلا ومرحبا بكم. أهم حاجة بالنسبة لعزف المزود المبتدئ هو أنه يتعود على الصوت اللي خارج من المزود وطريقة خروج الصوت اللي خارج من المزود. هذه مرحلة مهمة، ما نجموش نتصرفه في الصوت إذا كان ما نعرفوش الحاجة اللي ما بين يدينا شنو هي تنجم تخرج. ولهنا فما مراحل، نبدأ على بركة الله بالمرحلة الأولى. في البداية باش تحط صوابعك على الكفة وإلا الفحل اللي عندك، مش نبداو الاتجاه نتاع الاكزرسيس نتاعنا صعودا ثم نزولا، تطلع من بعد تهبط، تهز الصبع الاول على المنزله، كي تهز الصبع الثاني تخلي الصبع اللي هزيته قبله الفوق، ما تهبطوش. كيف كيف تهز الصبع الاخر تخلي الصبع الاخرين من فوق. نشوفوا مع بعض. نتعداو للمرحلة الثانية من التمرين متاعنا. كيف كيف باش تحط صوابعك على الكفة اللي عندك وإلى الفحل، ثلاثة صوابع لوطة وزوز الفوق، باش تخدم في نفس الاتجاه، تطلع ومن بعد تهبط، باش تبدا بالصباع الأولاني، تهز الصباع الأول، أما تو اللي باش يتبدل كي تهز الصباع اللي بعده اللي قبله يهبط، كي تهز الصباع اللي بعده اللي قبله يهبط، وباش تلاحظوا اللي الصوت باش يتبدل. نشوفوا مع بعضنا التمرين. نشوفوا مع بعضنا توا الفرق ما بين المرحلة الأولى والثانية كي نعملوهم مع بعضهم، كيفاش الاختلاف في الصوت اللي خارج من كل منزل. كان هذا التمرين متاع اليوم، واللي الهدف منه هو تسجيل بعض المعلومات في مخ العازف. المعلومات تتمثل في مختلف الأصوات اللي نجم العازف يبدأ بهم، نعاود نقول يبدأ بهم، إن شاء الله فما مراحل أخرين تنجيهم بالوقت. التمرين هذا بسيط لكن الإيجابيات متاعه كبيرة برشا، لأنه يمهد للمرحلة اللي بعد، وخاصة أنه الفوائد متاعه تظهر بطول الوقت في العزف. نجم نوظف التمرين هذا مدة ربع ساعة في آخر كل بروفة، وننصحكم بالمواظبة عليه، ونتقابل إن شاء الله في بقية المراحل نجم نتعلموا بهم العزف على آلة المزود. وحظ موفق للجميع. ما تنساوش كالعادة جيم والبرتاج. نتقابل في فيديو جديد.